بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي بمجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم إن شاء الله مع درس من دروس اللغة العربية من دروس بنية النص والسيرة. إن شاء الله اليوم بندرس شخصية الحسن ابن الهيثم. اليوم تعرف على هذه الشخصية ونعرف وتعرف كيف تعلم وكيف تربى وما هي أهم مخترعاته وما هي أهم علومه وما هي أهم مكتشفاته ونشوف الواجب اللي علينا إيه. يلا بسرعة. برضو نفس الكلام ضرب، هنحلل الدالة دي وهنحلل الدالة دي وهنحلل الدالة دي وهنحلل الدالة دي ونشوف إيه اللي هيروح اللي في البسط وفي المقام ونحل السؤال. وأي استفسار إحنا معاكم على منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برانيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مذكر ذكرنا المفرد الايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث المتوسط مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برانيا، اليوم هناخد درس النسب المثلثية. احنا خدناه بس عايزين نشرحه اكتر عشان نفهم الدرس ده كويس. يلا كده نشوف النسب المثلثية. يعني ايه نسب مثلثية؟ جيب الزاوية، جيب الزاوية اللي هي جا، جيب الزاوية اللي هي جا المقابل على الوتر، يبقى الجيم المقابل على الوتر. طيب الدائرة المثلثية دي لأي مثلث؟ المثلث القائم الزاوية. يبقى احنا بنتعامل مع المثلث القائم الزاوية فقط. يعني فين الزاوية ألف؟ دي الزاوية ألف. فين الجيم؟ جا ألف. فين؟ فين المقابل؟ أهو المقابل. فين الوتر؟ أهو الوتر. الوتر هو أطول ضلع في المثلث وهو الضلع المقابل للزاوية القائمة. الوتر هو أطول ضلع في المثلث وهو الضلع المقابل للزاوية القائمة. يبقى زاوية ج أ يساوي ها المقابل على الوتر. أ شرطة على ج شرطة. أ شرطة على ج شرطة. طب ج التمام اللي هو جتا، اللي هو المجاور على الوتر. فين المجاور؟ المجاورة ده المجاورة على الوتر. يبقى باء شرطة على جيم شرطة، ده المجاور على الوتر. يبقى الجيم المقابل على الوتر، جتا اللي هو جيم التمام المجاور على الوتر، الجيم المقابل على الوتر. طب ظل الزاوية المقابل على المجاور، المقابل ها على المجاور. يبقى ألف شرطة على باء شرطة. يلا نشوف اللي في المثال. يلا الأمثلة اللي الطالب بيتلخبط فيها دايما. حل كل مثلث قائم الزاوية فيما يأتي مقربا طول كل ضلع إلى أقرب جزء من العشرة. يعني إيه حل المثلث؟ يعني نشوف العناصر اللي مش موجودة ونجيبها. يعني هنا مدينا كام زاوية في المثلث ده؟ ها؟ زاويتين. باقي كام؟